هنتكلم النهارده عن اصابات النخاع الشوكي. اصابات النخاع الشوكي على حسب مكان الاصابه، اصابه انهي جزء في النخاع الشوكي، هل كان في الفقرات العنقيه او الصدريه او القطنيه. لو هي في الفقرات العنقيه للاسف بيكون في شلل رباعي من اول الصدريه، بيبقى في شلل في الطرفين السفليين. من اسباب اصابات النخاع الشوكي واشهرها طبعا التروما اللي هي الحوادث. طبعا من الاسباب المهمه اللي بحب اتكلم فيها الام اس، مرض الام اس او التصلب المتناسب. ليه عايزه اقول عن مرض الام اس او التصلب المتناسب؟ التصلب المتناسب عباره عن اتاكس، هجمات بتيجي بتسبب ديمايلينيشن، تاكل في طبقه المياهين، فيحصل هجمه ورا هجمه ورا هجمه، يحصل اعاقه كامله. فكل ما العيان بتاع الام اس بالذات بدا بدري، كل ما يكون ان هو امكانيه ان هو يتعرض لعكس كلي بتبقى اقل. كذلك الناس اللي عندهم اصابه سواء كانت تجمع سواء كان قطع جزئي او قطع كلي، برده بنقدر نعالجهم عن طريق طرق معينه في العلاج هنشرحها دلوقتي بالتفصيل. طيب اهم طرق العلاج ان احنا بنمشي على نظريه اسمها النيورال بلاستيستي، اللي هو بنعمل علاج مكثف بيبقى عليك 6 ساعات في اليوم، بنعمل ري انفورسمنت من العضلات القويه. يعني ري انفورسمنت يعني بندعم العضلات الضعيفه بالعضلات القويه، ونشغل اللي نقدر نشغله من العضلات اللي حصل لها اصابه. ساعات بيبقى في فايبرس او امبلسس، بمعنى نيرف امبلسس شغاله فبنقدر نستفيد منها عن طريق العلاج المكثف. لما بنعمل علاج مكثف بيحصل حاجه من الحاجات اللي احنا هنشرحها في النيورال بلاستيسيتي، يا اما الخلايا العصبيه بتعيد تنظيم نفسها من اول وجديد، يا اما المؤثرات العصبيه كميتها بتزيد او الكفاءه بتاعتها بتزيد، يا اما بيحصل حاجه اسمها نيرف سبراوتنج اللي هو الخلايا العصبيه ترجع تعمل تفرعات جديده. فبالتالي العيان بيستفيد من العلاج المكثف وري انفورسمنت من العضلات القويه للعضلات الضعيفه. الجزء اللي بيبقى ما وصلوش توثيق خالص بندعمه باجهزه تعويضيه، حاجه اسمها بريسز او جبائر او دعامات خارجيه، كل الاسامي دي اسامي صعبه. الدعامات الخارجيه دي بتتشال وبتتركب، بنوصل فيها ان احنا بتبقى بلاستيك من ماده اسمها البروبالين الالماني، على اساس ان العيان مش الاجهزه الحديد الثقيله اللي العيان ما يبقاش عارف يمشي بيها، لانه حتى الناس اللي قدرت توقف ناس بيبقوا باجهزه حديد ثقيله جدا على العيان، يقول لي اصلا يا دكتوره وزن الجهاز 30 كيلو عليا. فلا، احنا البروبالين الالماني دي بتبقى ماده خفيفه الوزن، وبنعمله منها جبال، وبعد كده بنقدر نعمله مفسرات بحيث ان هو يقدر يقوم ويقف، وبعد كده بنقدر ان احنا كمان نعمل جباير قصيره اللي هي الجرافو، وبنمشي العيان بيها بعد ما يعمل الجلسات معانا. بنعمل حقن ايوني حاجتين، الحقن او الايونتوفوريزيس ده جهاز امريكي، بنعمل بيه حاجتين، يا اما بنعمل الحقن الايوني على العضلات اللي فيها تيبس بحيث ان احنا نشيل التيبس، او على الجزء المصاب، فاقرب حاجه للجزء المصاب، اقرب مكان للجزء المصاب، لان ساعات العيان بيبقى فيه انفلاميشن شديد قوي ناحيه مكان الحادثه دي، فبنعمل حقن الايوني ده جهاز امريكي، بنحط فيه ماده معينه بتبقى بتحارب الانفكشن او الانفلاميشن، لو في انفلاميشن. ضمن اسباب برضو التهاب على فكره، قصدي اصابات النخاع الشوكي، التهاب الحبل الشوكي برضو دي بتبقى من الحاجات. الحقن الايوني ده بيبقى مفيد قوي، لان احنا بنحط ماده قويه قوي شديده بتبقى مضاده للالتهاب، لدرجه ان هي بتقدر تعمل تنبيه للخلايا العصبيه المجاوره وللخلايا كمان الجذعيه السليمه اللي جوه الخلايا السليمه، بحيث ان هي توصل بكميه كبيره للمنطقه. مش بيبقى حقن خلايا جذعيه، لا، ده احنا بننشط الخلايا اللي جوه الجسم مع تنشيط الخلايا العصبيه مع حاجه مضاده للالتهاب شديده جدا، فبتقدر ان هي العيان ده لما نيجي نوقفه يقوم صالب طوله معانا. وبعدين بنعلم العيان الاول ازاي يقف، بنعلمه ازاي يقف اجنست الوول، الاول يقف على الحيطه بالجهاز، وبعدين بنعلمه يمشي بالمشايه، وبعدين بنعلمه يمشي على عكازات، وبنعلمه القعاد والوقوف، وبعدين بنعلمه في عيانين وصلوا معانا العصايه او عكاز واحد، وفي ما شاء الله عيانين وصلوا انه ما فيش حاجه خالص، على حسب العيان استمر معانا قد ايه.
لازم نعمل كورس ما بيقلش عن شهر، بنزيد عن شهر. الشهر بيبقى 24 جلسه. اشمعنى 24 جلسه؟ احنا اصلا الجهاز العصبي عشان يحصل استجابه بناخد من 21 يوم ل 28 يوم، فاحنا بنضطر نبدا الكورس الاولاني ما نقلش عن 24 جلسه ما بين ال 21 لل 28 يوم عشان نجيب نتيجه. اتمنى كل الناس اللي عندهم اصابات نخاع شوكي لاي سبب، سواء كانت حوادث، سواء كان التهاب في النخاع الشوكي، سواء كان ام اس، ايا كانت السبب، يعملوا الجلسات ويقدروا يقفوا وما يسمعوش الكلام اللي حد يقول لهم ان اصابات النخاع الشوكي ملهاش حل. لا، احنا مش بس كده، احنا في حالات ما شاء الله الله اكبر وصلوا ان احنا كمان خلصنا الاصابه بتاعت رجليهم ووقفوا ومشوا وبدانا نعالج المثانه. بدانا نعالج المثانه، عالجناها بطريقتين. الحقن الايوني، عضله بتبقى متيبسه فبنحط المواد اللي هي بتاعت العلاج بتاع التيبس جوه الجهاز. دي الايوتوفوريزيس، جهاز من اجهزه العلاج الطبيعي، بندخل فيه العلاج ده بيدخل للمثانه مع جلسه معينه بتعمل تنشيط لعضلات المثانه وفي نفس الوقت بتعمل ارتخاء للعضلات اللي بتبقى متصلبه في عضله العضله اللي هي مسؤوله عن اخراج او دفع البول. برضو من ضمن الحاجات بنبدا الاول ان احنا بنخلي العيان بعد ما يكون استجابته بقت كويسه بيعمل سونار على البطن من فوق، وبعدين بيروح لدكتور المثانه بيخليها قسطره خارجيه. وبعدين في حالات ما شاء الله اتقدمت ووصلنا ان هم بيدفعوا البول بنفسهم. وبالنسبه برضو للبراز بنعمل تنشيط وارتخاء لعضله البراز بنفس الطريقه اللي اشتغلنا بيها على المثانه، وبننظم له مرات دخول الحمام تبقى ازاي، وبنديله برنامج بيمشي عليه، وبنحاول نساعدهم بكافه الطرق. اتمنى لكل مصابين النخاع الشوكي ان هم يبداوا في طريق العلاج، ما يستسلموش، لان انت كل ما بتستسلم مش بس مش بتخف، انت كمان العضلات بيحصل فيها دمور، بيحصل مضاعفات زي ان يحصل ديفورميتيز، تشوه في المفاصل. بدل كل ما يبقى انا سهله اوقفك، كل ما انت بتخلي نفسك بتاخد وقت، وساعات الديفورميتيز دي بتبقى لما بتتساب بتبقى في حاجه اسمها نون ستراكشر وستراكشرال، لو هي اتسابت بتبقى ثابته وبيبقى صعب ان انت ايه تعالجها وتغيرها، وللاسف في الوضع ده ساعات بنرفض الحاله. فاتمنى ان كل مصابين النخاع الشوكي يتعالجوا ويعملوا جلسات ويبقوا كويسين، ويكون كلامي ليهم بدايه امل جديده في حياتهم. بحبكم قوي قوي، ونفسي اشوف كل العيانين ماشيين على رجليهم. تحياتي، كان معاكم دكتوره رانيا السيد عبد العليم، دكتوراه واستشاري العلاج الطبيعي لامراض المخ والاعصاب، القصر العيني، جامعه القاهره.